السلام عليكم. نكمل اليوم في تشابتر 12. تشابتر 12 زي ما انتم فاكرين موضوعنا عن الجورنال بيرنز. طيب خلال المحاضرة الماضية شفنا تشارتس اللي هي بتعطينا ريزلتس تبع نيوميريكال سولوشن تبع ريموندي اند بويد اللي هو فعليا سولوشن للرينالدز ايكويشنز. غير هيك برضه خلال المحاضرة الماضية شفنا كيف ممكن نسوي اناليسيز لنوع من انواع البيرنجز اللي هي نسميها سيلف كونتيند بيرنجز او بيلو بلاك بيرنجز. اليوم في البداية بدنا نحكي عن الكليرنس. الكليرنس فعليا هو احد الديزاين فاريبلز. زي ما انتم متذكرين لما قسمنا الفاريبلز اللي عندنا كانت مجموعتين، في مجموعة اندبندنت بنسميها ديزاين فاريبلز بتحكم فيها الديزاينر عشان يحصل على البرفورمانس اللي بده. المجموعة الثانية اللي هي ديبندنت فاريبلز اللي هي برضه بنسميها بيرفورمانس فاريبلز. احد الديزاين فاريبلز اللي هو الكليرنس بالاضافة الى شغلات ثانية مرتبطة بالجيومتري وبالاضافة الى اختيار النوع المناسب من اللوبريكنت. هذه كلها بنصنفها من ضمن الديزاين فاريبلز. احنا هون بدنا نشوف تأثير الكليرنس. طيب هسه ليش بدنا نحكي عن الكليرنس بالتحديد؟ فعليا المشكلة في الكليرنس انه الديزاينر ما بيقدرش يتحكم فيه 100%. يعني انت فعليا بدك معين الكليرنس، بس خلال مانيفاكتشرنج اكيد الشافت بدك تكون حاط له تولرنس بالنسبة للديامتر، نفس الشيء بالنسبة للبوشنج لازم تحط له تولرنس بالنسبة للديامتر. ففعليا قيمة الكليرنس راح تحصل عليها راح تكون ضمن رينج معين، انت ما بتقدر تخمن او تحذر شو راح تيجي اكزاكتلي قيمة الكليرنس اللي عندك، فدائما يعني عندك رينج للكليرنس. طيب بدنا نشوف هنا كيف نحدد الاوبتيمم رينج للكليرنس عشان نحصل على بيرفورمانس كويس. هذا الشيء راح نشوفه من خلال هذا الشارت. طيب الشغله الثانيه برضه بدنا ننتبه لها اللي علاقه بالكليرنس. خلينا نحكي في عنا بيرنج حسب المانيفاكتشرنج تولرنسز اجى عنا بيرنج له قيمه معينه للكليرنس. هذا البيرنج دائما في بدايه الحركه اللي هي بنسميها كولد ستارت كونديشنز ما بيكونش لسه في عنا لوبريكنت يفصل السطحين عن بعض، سطح الشافت عن سطح البوشنج، فدائما في بدايه الحركه تبع اي بيرنج بيكون عندنا متل تو متل كونتاكت، ونتيجه المتل تو متل كونتاكت هذا بصير عندنا شويه وير او تاكل، والتاكل عاده بصير في البوشنج عشان بيكون مصنوع من سوفتر ماتيريال. طيب المحصله نتيجه هذا التاكل اللي هو يعني كل مره بتشغل البيرنج او كل مره بتشغل الانجن، لو افترضنا هذا بيرنج موجود داخل الانجن، فمع الوقت الكليرنس راح يظلوا يزيد بشكل تدريجي بطيء بس بيزيد. طيب فلهذا السبب مهم نشوف شو تاثير الكليرنس ونحدد شو هو الاوبتيمم رينج للكليرنس. فعشان نشوف كيف ممكن نحدد الاوبتيمم رينج خلينا نطلع هذا الفكر. هذا الفكر مطلعين الديتا تبعته بناء على المعلومات اللي في اكزامبلز 12.1 ل 12.4 وماخذين قيم مختلفه للكليرنس عشان نشوف تاثير الكليرنس على مجموعه من الشغلات. اول شيء تاثير الكليرنس على فلوريت، فاكيد كل ما زاد الكليرنس راح يزيد الفلوريت، بيزيد الفلوريت فبالتالي تمبرتشر انكريز والماكسيمم تمبرتشر راح تقل. نفس الشيء برضه راح يصير بالنسبه للهيت جنريشن، ولاحظ هون يعني هيت جنريشن او هيت لاس هم نفس الشيء بما انه بنحكي عن ستيدي ستيت اناليسيس فراح يقل مع زياده الكليرنس. طيب هسه الشيء اللي بدنا ننتبه له هون اللي هي اتش نوت المينيمم فيلم ثيكنس. عند قيم صغيره من الكليرنس المينيمم فيلم ثيكنس راح يكون صغير، فيعني عند قيم زي هيك المينيمم فيلم ثيكنس فعليا هذا الشيء مش مرغوب عشان زي ما حكينا بحسب ترامبلر كرايتيريا في عندنا مينيمم فاليو ل اتش نوت ما بدناش نكون اصغر منها، عشان لو كنا اصغر منها البارتكلز اللي ممكن تكون ماشيه مع الزيت عشان ما نمسك الاويل فلتر ممكن تسكر هاي المنطقه اذا كانت النازل اللي عندنا او المينيمم فيلم ثيكنس صغير جدا. طيب ففي البدايه يكون عندنا المينيمم فيلم ثيكنس صغير بزيد مع زياده الكليرنس بوصل لبيك معينه، وبعد هيك مع زياده الكليرنس المينيمم فيلم ثيكنس ببلش يقل من جديد. طيب هسه برضه احنا ما بدناش يكون الكليرنس تبعنا كبير جدا، يعني حتى لو كانت قيمه المينيمم فيلم ثيكنس مناسبه، بس اذا كان الكليرنس عالي في اي بيرنج هذا البيرنج راح يكون نويزي، نويز ليفل تبعه عالي. طيب فبناء على هذه الموازنه حددوا لنا هون هاي المنطقه، هاي المنطقه نسميها الاوبتيمم رينج للكليرنس. ففعليا الديزاينر لما بده يحدد التولرنسز تبعته سواء التولرنس تبع الشافت والتولرنس تبع البوشنج بده يحاول انه قيمه الكليرنس ما بين المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو تكون ضمن هذا الرينج.
اذا كان ضمن هذا الرينج هسه مع الاستخدام والكليرنس بيزيد، فستيل فعليا المينيمم فيلم ثيكنس قاعد بكبر، وهذا الشيء يعني بيخلي انه البيرنج تبعنا مع الاستخدام يتحسن البيرفورمانس تبعه، يتحسن اداءه مع الاستخدام. فاذا اذا كان الكليرنس اللي حصلنا عليه من البدايه ضمن هذا الرينج، فاذا بيكون وضعنا ممتاز، فهذا هو الاوبتيمم رينج محددينه من خلال هالرسمه. طيب نيجي بعد هيك لموضوع بريشر فيد بيرنجز. بريشر فيد بيرنجز هو نوع ثاني من انواع البيرنجز. الادفانتج تبع هذا النوع انه مناسب لما يكون عندنا قيم عاليه من راديال لود. هسه فعليا النوع اللي شفناه بالمحاضره الماضيه اللي هو سيلف كونتين بيرنجز ما بتحمل قيم عاليه من راديال لود، يعني اللود كارين كاباسيتي تبعته قليله، والسبب ببساطه انه اللوبريكنت فلو اللي بمر من خلال البيرنج محدود، فبالتالي ممكن ترتفع درجه الحراره بشكل كبير بما انه الفلو ريت تبعنا قليل. طيب هناك ليش فلو ريت قليل؟ عشان احنا فعليا هناك معتمدين على دوران الجورنال عشان يسحب معه اللوبريكنت ويمرروا من المنطقه اللي تعرض لها الهيدروديناميك بريشر. طيب اذا قلنا بيرنج يكون مناسب لقيم عاليه من اللود، ففي هذه الحاله بنستخدم بريشر فيت بيرنجز. الفكره تبع بريشر فيت بيرنجز انه هون بيكون عندنا اكسترنال بامب، فهذه البامب بتدخل اللوبريكنت على قيمه عاليه من البريشر، فبما انه اللوبريكنت بيدخل على قيمه عاليه من البريشر فكميات كبيره من اللوبريكنت بتمر من خلال البيرنج، فبالتالي بنقدر نتخلص من الحراره بسهوله من غير ما ترتفع درجه الحراره بشكل كبير. وبرضه اللوبريكنت لما يطلع من البيرنج عاده بيروح على كونتينر او سامب، وبرضه هذا الكونتينر ممكن يستخدموا فيه هيت اكسشينجر عشان يحافظوا عليه على درجه حراره معينه. طيب ففعليا هذا النوع من البيرنجز هو المستخدم في الانجنز تبع السيارات. في الانجنز تبع السيارات دائما في عندنا بريشر فيد بيرنجز، في عندنا بامب وهي فعليا بتدخل لنا اللوبريكنت على البيرنجز على قيمه عاليه من البريشر. طيب شو فكره هذا النوع من البيرنجز اللي هو بريشر فيد بيرنجز، كيف ممكن يكون شكله؟ فاحد الديزاينز المستخدمه اللي هو بيستخدموا سيركمفرنشال جروف زي اللي شايفينه هنا في الصوره. طيب هذا في عندنا الشافت حواليه البوشنج والفراغ ما بينهم اللي هو زي ما احنا عارفين الكليرنس. طيب البيرنج بيكون مقسوم لجزئين وفي النص في عندنا سيركمفرنشال جروف. هسه هذا السيركمفرنشال جروف بيجي اللوبريكنت بيدخل على قيمه عاليه من بريشر اللي هي بي اس اللي هو السبلاي بريشر اللي جاي من البامب. بيدخل بيعبي هذا السيركمفرنشال جروف وبعد هيك ببلش يتحرك باتجاه السايدز. اوكي. ففعليا يعني لاحظ انه مجرد انه اللوبريكنت بيدخل على قيمه عاليه بريشر راح يتولد عندنا فلو باتجاه السايد وفلو بكميه كبيره، ولاحظ انه هنا يعني من غير ما اصلا نفكر بدوران تبع الشافت، احنا في سيلف كونتين بيرنجز كنا نحكي انه البريشر والفلو بتولد نتيجه دوران الشافت. هسه هون فعليا دوران الشافت راح يزيد الفلو وراح يحسن الاداء، بس احنا هون معتمدين الدرجه الاولى على انه اللوبريكنت داخل على قيمه عاليه بريشر بيدخل زي ما حكينا بعبي السيركمفرنشال رينج وبعد هيك ببلش يطلع باتجاه السايدز. طيب هسه لما بدنا نسوي اناليسيس لهذا النوع من انواع البيرنجز، برضه الفكره الاساسيه بدنا نسوي ستيدي ستيت اناليسيس، يكون عندنا هيت بالانس، الهيت جنريشن بيكون مساوي للهيت لاس. عشان نحسب الهيت لاس في البدايه بدنا نحسب الفلو ريت، وفعليا الفلو ريت اللي بنحسبه هون اللي هو السايد فلو ريت، كميه اللوبريكنت اللي بيطلع من هون من الجوانب، يعني اللوبريكنت بده يمشي حوالي الجورنال في الاكسل دايركشن بهذا الاتجاه والاتجاه الثاني من خلال تو هافز، يعني فعليا البوشنج بيكون عباره عن جزئين، هذا نسميه هاف وهذا هاف، واللوبريكنت بيطلع من الجنبين زي ما شايفين. طيب ففي البدايه بدنا نحسب اللوبريكنت فلو. عشان نحسب اللوبريكنت فلو في الاول بدنا الفيلاستي تبع اللوبريكنت. طيب فالكيس اللي عندنا هون زي ما احنا شايفين في عندنا هذا السطح في عندنا هذا السطح، طبيعي احنا هون راح نهمل الروتيشن، يعني راح نفترض انه ما فيش عندنا روتيشن، هسه وجود الروتيشن راح يحسن الوضع، بس احنا في الاناليسيس تبعتنا نفترض انه احنا معتمدين على البريشر اللي جاي من البومب. طيب فبدنا نحسب السرعه تبعت اللوبريكنت وهو ماشي بهذا الاتجاه وهو ماشي بهذا الاتجاه، فبعنا هنا هذا السطح سرعتهم زيرو، فالفيلوستي بروفايل لللوبريكنت راح تكون شيء زي هيك، زي ما احنا عارفين بحسب الباودري ثيورم هنا وهنا السرعه راح تكون زيرو، والماكسيموم فيلوستي راح تكون في المنتصف.
طيب احنا هون فعليا يعني ما بهمنا انه نطلع قيمه في ماكس، احنا بدنا نطلع قيمه الافريج فيلوسيتي، ومن خلال قيمه الافريج فيلوسيتي نضربها في الكروس سكشن اريا عشان نطلع قيمه الفلو ريت. طيب فاذا عندنا زي هيك السطحين المسافه ما بينهم خلينا نحكي مبدئيا سي، بيطلع معانا قيمه الافريج فيلوسيتي بالشكل التالي بي اس اللي هو السبراي بريشر مضروب في الكليرنس سي على 12 في ميو الفيسكوستي، وال برايم اللي هو المسافه المقطوعه اللي هو اللينث تبع الهاف بيرم. طيب هسه هذه الايكويشن تعطينا قيمه الافريج بريشر على افتراض انه في عندنا يونيفورم كليرنس على كامل المحيط. طيب بس في الواقع ما بيكونش في عندنا يونيفورم كليرنس على كامل المحيط، هاي الجورنال تبعنا او الشافت، هاي البوشنج فعليا بسبب وجود اللود اللي هو بيكون بهذا الاتجاه. فزي ما احنا عارفين في جهه معينه راح يكون عليها مينيمم في الثيكنس، وهون عندنا ثيكنس صغير اصغر من الكليرنس، وهون راح يكون في عندنا ثيكنس كبير طبيعه الحال اكبر من الكليرنس. طيب لاحظوا هون انه احنا مفترضين انه المينيمم في الثيكنس موجود في هذه المنطقه اللي هو بياثر بهذا الاتجاه. اذا متذكرين احنا كنا نحكي لما يكون في عندنا روتيشن زي هيك فعليا النقطه اللي بيكون عندها المينيمم في الثيكنس راح تكون سموير هون، بس احنا هون اصلا مهملين الروتيشن، يعني مش معتمدين على الروتيشن في حساباتنا زي ما حكينا من البدايه. احنا بدنا نحسب الفلو ريت اللي هو ناتج عن ضغط الزيت اللي معطيتنا اياه المضخه. طيب فاذا يعني بعد ما حكينا هذه الايكويشن اللي هي تعطينا الافرج فيلوسيتي لو عندنا يونيفورم كليرنس، هسه فعليا بما انه الكليرنس او فعليا الثيكنس اللي عندنا ما هوش يونيفورم، فراح تصير الايكويشن بالشكل التالي اللي عندنا هنا في الايكويشن. طبيعي هاي اللي هي المينيمم فيلم ثيكنس اتش نوت اللي هو الكليرنس ناقص الاكسنتريستي اللي هي المسافه ما بين تو سنترز، اصغر مسافه راح تكون موجوده هون، فهاي راح نسميها الزاويه زيرو، وراح نعرف الزاويه ثيتا بهذا الاتجاه، فهون راح تكون الزاويه تبعتنا 180، وهون فعليا بدل قيمه سي بما انه يعني المسافه اللي عندنا متغيره راح نكتب سي ناقص اكسنتريستي مضروب في كوساين ثيتا، طبيعي هذا الترم سكوير. طيب ففعليا هاي تعطينا قيمه الافرج فيلوستي عند اي زاويه ثيتا، فعليا اصغر قيمه للفيلوستي راح تكون لما المسافه هاي صغيره، ففعليا اصغر قيمه للفيلوستي راح تكون لما ثيتا بتساوي زيرو، فلاحظ لما ثيتا بتساوي زيرو بيطلع معانا المسافه ما بين السطحين اللي هي اتش نوت. مع زياده ثيتا المسافه اللي عندنا بتزيد، واكبر قيمه عندنا للمسافه اللي هي اتش ماكس سي زائد ايبسلون او سي زائد اي لما تكون الزاويه تبعتنا 180. طيب هسه هذه الايكويشن تعطينا قيمه الافرج لوبريكنت فيلوسيتي، بدنا نضربها في الكروس سكشنال اريا عشان نطلع فلوريت، بس هون المشكله انه الفيلوسيتي ما هيش ثابته، يعني هون في عندنا فيلوسيتي قليله بتضلها تزيد والماكسيمم فيلوسيتي موجوده عندنا هون، اذا لازم نساوي انتجريشن من ثيتا بتساوي زيرو لحد 180 عشان نحسب الفلوريت، فبيطلع معنا الايكويشن تبع الفلوريت طبيعي هون سايد فلوريت كالتالي كيو اس، وهذا الفلوريت من النصين يعني النص اللي على اليمين والنص اللي على الشمال راح تكون كالتالي باي في بي اس اللي هو السبلاي بريشر اللي جاي من البامب، الراديوس تبع الجورنال كليرنس سي 1 زائد 1.5 في ابسلون، ابسلون هاي اللي هي الاكسنتريسيتي ريشيو عرفناها قبل هيك اكسنتريسيتي ريشيو سكويرد، الفيسكوستي تبع اللوبريكانت، وال برايم اللي هي اللينث تبع كل هاف، البيرنج عباره عن 2 هافز فكل هاف لينث تبعه البراند. طيب هسه الفلو ريت هذا راح نستخدمه كمان شوي عشان نحسب الهيت لاس، بس قبل ما نكمل بدنا ننتبه لما بدنا نحسب قيمه السمر فيلد نمبر. هسه يعني بالمحصله احنا في البدايه مش مفترضين انه في عندنا روتيشن، بس بالواقع بما انه في عندنا روتيشن راح نضطر انه نستخدم التشارتس اللي هناك عشان نطلع كوفيشنت فريكشن ومعلومات زي هيك، فلازم يكون عندنا قيمه السمر فيلد نمبر. السمر فيلد نمبر احنا زي ما احنا عارفين
كنا نعرف في البداية اللي هو pressure per projected area اللي هو اللود على projected area للشافت، فكنا نحكي كامل اللود على projected area اللي هي 2R أو D مضروبة في length. طيب بس لاحظ إنه البيرنج اللي عنا هنا 2 halves فكل واحد راح يأخذ نص اللود، ف pressure per projected area راح تعرف الإيكويشن تبعته بالشكل التالي. W اللي هو radial force اللي تأثر عنا على الشافت في 4 R L prime، L prime زي ما حكينا اللي هو length تبع كل half، فبالتالي equation تبع Summerfield number راح تصفي بالشكل التالي، شوية مختلفة عن equation اللي كنا نستخدمها بالنسبة للسيلف كونتين بيرز. طيب نيجي هسه لـ heat balance calculations، بدنا نحسب الـ heat loss والـ heat generation ونساويهم بعض. أول إشي بالنسبة لـ heat loss راح ينحسب من خلال هذه الـ equation اللي مفروض تعرفوها من خلال heat transfer اللي هي rho density تبع lubricant مضروبة في CV heat capacity تبع lubricant في الفلو ريت اللي عنا QS في دلتا T، ودلتا T اللي هي فرق درجة الحرارة في الكونتينر، يعني لما يدخل الزيت على السامب او على الكونتينر بيدخل على الماكسيمم تمبريتشر بيطلع على المينيمم تمبريتشر، واللي هي برضه نفسها فرق درجه الحراره ما بين اللوبريكنت لما يدخل على البيرنج ولما يطلع من البيرنج ترتفع درجه حرارته. طيب فبينه يعني هيت بالانس دلتا تي، سواء حكينا دلتا تي للسامب او دلتا تي للبوشنج او البيرنج هي نفسها. طيب بالنسبه لهيت جنريشن، هيت جنريشن راح يصير بسبب الفريكشن، فبالتالي محتاجين لتورك عشان نتغلب على الفريكشن، فالهيت جنريشن راح نحسب من خلال هذه الايكويشن اللي هي بيسك الايكويشن اللي اخترناها قبل هيك. عندنا W الراديال لود بدنا نضربه في الكوفيشنت فريكشن، وبعد هيك بدنا نضربه في قيمة الراديوس اللي عندنا، بس طبيعي هون مدخلين السي والار عشان نحطه بهاي الصيغة، هذا هو الكوفيشنت فريكشن فاريبل اللي بنطلعه من الشارت اللي موجود هنا. طيب بيسكلي نفس الايكويشن اللي استخدمناها قبل هيك عشان نحسب الهيت جنريشن، بس هذول الثنتين المفروض يكونوا متساويات اندر ستيدي ستيت كونديشنز، فراح نساوي الهيت بلس مع الهيت جنريشن ونحل الايكويشن عشان نطلع دلتا تي اللي هي تمبرتشر رايز. طيب فالتمبريتشر رايز مقدار ارتفاع درجة الحرارة تبع اللوبريكنت لما يدخل على البيرنج ويتعرض للشيرنج، راح تصفي معاه الايكويشن بالشكل التالي: دلتا تي بالدجري سلسيوس 978 في 10 قوة 6. كمان مرة هذا الترم له يونتس، فبدنا ننتبه لليونتس اللي بدنا نستخدمها في بقية الترمز عشان الايكويشن تبعتنا تكون صحيحة. طيب FR على C اللي هو الكوفيشنت فريكشن فاريبل راح تطلعه من charts. Summerfield number عبارة عن dimensional quantity، W squared و W اللي هو قيمة الراديال لود، وفعليا هون الراديال لود لازم نعوضه بكيلو نيوتن عشان تطلع معنا الإيكويشن صحيحة. طيب 1 زائد 1.5 في eccentricity ratio squared، من وين اجت هاي؟ لاحظ هون في عنا الفلو، والفلو فعليا زي ما شفنا الايكويشن تبعته بيعتمد على الاكسنتريستي ريشيو. فاذا اكسنتريستي ريشيو اللي هي برضه بنطلعها من الشارت اللي شفناها المحاضره الماضيه. طيب بي اس اللي هو السبلاي بريشر، قيمه البريشر اللي بيدخل عليه اللوبريكنت اللي هو يعني البريشر بتعطينا اياه البام، وهنا بدنا نعوض اللين تبعته بالكيلو باسكال في ار تو ذا باور 4. ار بطبيعه الحال اللي هو الراديوس تبع الشافت، وفي هذا الايكويشن بدنا نعوضه بالمليمتر. طيب اذا هذه الايكويشن المفروض انها تعطينا تمبرتشر رايز، قديش ارتفع درجه حراره اللوبريكنت، بس فعليا هذه الايكويشن مش راح تعطينا تمبرتشر رايز بشكل مباشر من غير ما في البدايه نساوي اسامبشن. يعني لاحظ احنا هون في هذه الايكويشن محتاجين انه على سبيل المثال محتاجين قيمه السامرفيلد نمبر، والسامرفيلد نمبر بيعتمد على الفيسكوستي، والفيسكاس تعتمد على التمبريتشر. طيب غير هيك الكوفيشنت فريكشن والاكسنتريستي ريشيو اثنين بيعتمدوا على السمر فيلد نمبر، فبالتالي اثنين بيعتمدوا على قيمه الفيسكاستي، فبالتالي اثنين بيعتمدوا على قيمه التمبريتشر. طيب فعليا يعني هذه الايكويشن مش راح تعطينا التمبريتشر رايز بشكل مباشر، السولوشن راح يكون عباره عن اتريشنز. في البدايه بدنا نفترض قيمه معينه الافرج في التمبريتشر، على اساسها بنطلع الفيسكاستي، بنحسب السمر فيلد نمبر، بنروح على التشارتس بنطلع الكوفيشنت فريكشن فاريبل، بنطلع الاكسنتريشن ونعوض في هاي الايكويشن. هسه هاي
راح تعطينا قيمة معينة temperature rise على أساس نحسب average wind temperature ونقارنها مع assumption اللي بلشنا فيها من البداية. أكيد راح تكون مختلفة، فبنأخذ قيمة في النص ونساوي كمان iteration زي ما راح نشوف هسا من خلال الإكزامبل اللي عنا. طيب هذه state equation إذا نستخدمها تعطينا temperature degrees celsius، وهذه إذا بدنا نشتغل بالفهرنهايت. طبيعي إحنا هنا راح نعتمد هاي الإكويشن عشان نشتغل باستخدام assignments. طيب خلينا نطلع على الإكزامبل اللي عندنا حاليا في الكتاب اللي هو إكزامبل 12-6. طيب في هذا الإكزامبل بحكي لنا عندنا circumferential groove pressure fed bearing is lubricated with SAE grade 20. طيب أول شيء عندنا lubricant SAE 20. طيب oil supplied at gauge pressure of 207 كيلو باسكال PS اللي هو supply pressure، pressure تعطينا يا البامب اللي هو 207 كيلو باسكال. طيب the journal diameter معطينا diameter تبع الجورنال، فخلينا نكتبه هنا دي جورنال بتساوي 44.45 ملي متر، ومعطينا برضو الديامتر تبع البوشنج او البيرنج. طبيعي هنا معطينا التولرنس، بس احنا راح نشتغل على المينيمم كليرنس اسمبلي زي المره فاتت، فيعني مش محتاجين ان نكتب قيمه التولرنس اللي عندنا هون. طيب البوشنج هاز ديامتر دي بوشنج بتساوي 44.53 ملي متر، وبرضه هنا معطينا قيمة التولرنس. اوكي بس زي ما شرحت لكم المرة الماضية احنا دائما نشتغل على المينيموم كليرنس اسمبلي، فبالتالي بدنا الشافت يكون اكبر ما يمكن والهول او البوشنج يكون اصغر ما يمكن، فهذه هي القيم اللي راح نستخدمها. طيب البرايم على دي ريشيو، طيب هاي هنا البرايم على دي، لاحظ يعني اعطانا البرايم على دي اللي هو هاف لينث، واحنا فعليا هذا اللي بيهمنا هون. طيب البرايم على دي بتساوي 1 على 2. طيب the journal has an angular speed of 3000 rpm n angular velocity او angular speed معطينا اياها بالار بي ام، بس زي ما احنا عارفين احنا بنستخدمها في summer field number بالrevolutions per second اوريدي محولينها اياها، ففعليا بالريفولوشن بير سكند هي 50 ريفولوشن بير سكند. طيب ذا راديال ستيدي لود دبليو الراديال لود تبعنا بيساوي 4 كيلو نيوتن. طيب ذا اكسترنال ثامب از مينتيند ات 49 ديجريز سيلسيوس. طيب هاي درجة حرارة اللوبريكانت في الكونتينر، يعني في عندهم اي هيت اكسشينجر بقدر يتخلص من الحرارة، بالمحصلة بقدر يحافظ لنا على درجة حرارة اللوبريكانت اللي موجود في الكونتينر على 49 درجة. هسا 49 درجة هاي بالنسبة لنا اللي هي الانلت تمبريتشر تبع البيرنج، فيعني لما البامب تسحب اللوبريكانت من السامب او من الكونتينر راح تدخله على البيرنج عند درجة حرارة 49 درجة. فهاي 49 درجة اللي هي احنا نسميها T1 او T-inlet بالنسبة لنا اللي هي 49 degrees Celsius اللي هي يعني inlet temperature اللي بدخل عليها هسا لما يمر في البيرنج راح ترتفع درجة حرارته بكل تأكيد. طيب as long as the necessary heat transfer does not exceed 800 BTU per hours هذه unit للباور زيها زي الوات، فيعني حكينا ان الهيت اكسشينجر بيقدر يتخلص من الحرارة ويحافظنا على حرارة اللوبريكانت عند 49 درجة سلسيوس as long as انه الباور اللي هي الهيت جنريشن او الهيت لاس ما بتتجاوزش هذا الرقم. طيب هسه هذا احنا راح نستخدمه في نهاية الاكزامبل بس عشان التأكيد يعني انه احنا حساباتنا صحيحة. هسه حساباتنا بتكون صحيحة as long as the heat generation or heat loss أصغر من هذه القيمة، فعليا إذا كان أكبر من هذه القيمة فالإنلت temperature راح تكون أكبر من 49 درجة. طيب إحنا راح نفترض إنه إحنا شغالين على إنلت temperature 49 درجة وفي الأخير راح نحسب الهيت جنريشن أو الهيت لاس ونتأكد إنه قيمته أصغر من هذه القيمة. طبيعي هنا ستيل معطيناها ب PTU per hours بس طبيعي الحال ممكن نحولها لوات
او يعني بالعكس نحسب هذيك الوات ونحولها ل بي تي يو بير اورز ونتاكد انه اصغر من هذين. طيب هسه اللي مطلوب عنا في السؤال فقره ايه فايند ذا ستيدي ستيت افريج فيلم تمبرتشر. طيب مطلوب منا نحسب ستيدي ستيت افريج فيلم تمبرتشر. طيب الافريج فيلم تمبرتشر اللي هي بطبيعه الحال اكيد اكبر من التمبرتشر، يعني اللوبريكان بيدخل عند درجه حراره 49 درجه درجه حرارته بمقدار معين بيطلع على الماكسيمم تمبرتشر. طيب وزي ما حكينا احنا عشان نحسب دلتا تي وبالتالي نحسب الافريج فيلم تمبرتشر لازم نبلش بالاسامشن. فبدنا نفترض قيمه معينه الافريج فيلم تمبرتشر، راح نخلي الاسامشن تبعتنا كمان شوي. طيب خلينا نبلش اول شيء في المعلومات اللي عندنا نطلع الجيومتري. طيب ففي عندنا بدنا نحسب عندنا الدايمتر تبع الجورنال قسمناها على اثنين، فهي قيمه الراديوس تبع الجورنال او الراديوس تبع الشافت. المينيموم كليرنس اسمبلي، لاحظوا هنا ما حكيناش نشتغل على المينيموم كليرنس اسمبلي، بس دائما زي ما حكينا احنا عشان نكون كونسرفتيف اسوأ وضع انه اذا كان عندنا مينيموم كليرنس، كليرنس صغير جدا. طيب راح نشتغل على المينيموم كليرنس اسمبلي اللي هو دي تبع البوشنج المينيموم ناقص دي تبع الجورنال الماكسيموم على 2، ف سي اللي هو راح نشتغل عليه في الاكزامبل 0.04 ملم. طيب البرايم على دي بيساوي نص، فاذا بطبيعه الحال اللينث تبع كل هاف ممكن نحسبه باستخدام هذه الايكويشن، فبيطلع اللينث بيساوي ديامتر على 2، فبالتالي بيساوي قيمه الراديوس اللي موجوده عندنا اللي هي 22.23. طيب من هنا بدنا نحسب قيمه البريشر بير بروجكتد اريا، فعليا بريشر بير بروجكتد اريا هذا بنستخدمه في السمر فيلد نمبر، يعني لاحظ بدنا ننتبه انه بي اس هذا بنستخدمه في الايكويشن تبعت دلتا تي اللي هي تبعت هيت بالانس، بينما في السمر فيلد نمبر احنا ستيل يعني صحيح احنا حملنا الروتيشن بس فعليا بما انه بنحكي بدنا نحسب كوفيشنت فريكشن والاكسنتريستي احنا يعني برضه عمالنا نطبق الهيدروديناميك ثيوري. طيب ف بريشر بير بروجكتد اريا زي ما حكينا بما انه اللود راح يتقسم جزئين، جزء على الهاف الاول جزء على الهاف الثاني، فالايكويشن تبعت بي راح تكون بالشكل التالي اللود على بروجكتد اريا اللي عندنا هنا هذه اخذها بالكيلو نيوتن وهذه عوضها بالمتر سكوير فطلع معه قيمه البريشر بكيلو باسكال. طيب نيجي هذا عشان نحسب السمر فيلد نمبر ار على سي، عندنا ار وعندنا سي اثنين مهم يكون لهم نفس اليونت، فهي اخذناها بالمليمتر وهي اخذناها بالمليمتر. طيب ميو اللي هي فعليا بناء على الاسامبشن اللي راح نسويها الافرج فيلم تمبريتشر راح تحدد قيمه ميو، فيعني مبدئيا راح نخلي ميو انهم. طيب شو ظل عندنا؟ ظل عندنا الانجلر فيلوستي اللي هي ريفولوشن بير سكند 50 وقيمه البريشر. هسه قيمه البريشر لاحظوا احنا مطلعينها هون بكيلو باسكال، راح نعوضها هون بباسكال فهي 2.024 ب 10 قوى 6 يعني باسكال. بما انه عوضنا هاي الباسكال فبالتالي قيمه ميو اللي بدنا نطلعها لازم تكون بباسكال في سكند. طيب فإذا عوضنا هاي بالباسكال فصفى معنا السمر فيلد نمبر بيساوي 7.63 مضروب في ميو بباسكال في سكند. طيب هسا بدنا نبلش الايتريشنز تبعتنا فعليا يعني عشان نكمل، وبعد هيك بدنا نعرف قيمه ميو. عشان نطلع قيمه ميو بدنا نفترض قيمه معينه الافرج فيلم تمبرتشر، فافترضنا في البداية 77 ديجري سلسيوس اللي هي يعني في كل الأحوال أكيد لازم تكون أكبر من 49. طيب فافترضنا 77 ديجري سلسيوس، هسا بناء عليها أول شيء بدنا نروح نساويه بدنا نطلع قيمة الفيسكوستي. طيب عشان نطلع قيمة الفيسكوستي في عندنا تشارتس زي ما حكينا، بس زي ما قلت لكم يعني خصوصا التشارت تبع الإس آي يونتس يعني في بعض الأخطاء، فالأفضل إنه نستخدم إما التشارت تبع الـ US Customer Units أو الأدق إنه نستخدم الإيكويشن الموجودة عندنا هنا في التيبل. طيب خلينا نطلع هذا التيبل كمان مرة، حكينا عنه بشكل سريع المحاضرة الماضية. طيب هذا التيبل مفروض يعطينا قيمة الفيسكوستي بشكل دقيق، في عندنا سطور كل سطر بيمثل لنا جريد معينة للليبريكانت من SAE 10 حد SAE 60. طيب هنا بيعطينا قيمة شيء نسميها ميو نوت وكونستانت بي. الإيكويشن بما نعوض فيها هي موجودة هنا. ميو نوت في إكسبوننت بي تقسيم التمبريتشر زائد 95، التمبريتشر هنا بدنا نعوضها ب
ديجريز فهرنهايت، واليونت تبعت الفيسكاستي راح تطلع نفس اليونت المستخدمين هنا لميونات. فميونات هنا هي فعليا يعني بما انها مضروبة في 10 قوة ناقص 6 هي فعليا راح تكون بريم، او اذا بدك تطلعها بالمايكرو ريم تاخذ يعني هذا الرقم من غير 10 قوة ناقص 6. طيب بس بما انه يعني مضروبة في 10 قوة ناقص 6 ففعليا هذه راح تكون بالريم، وبالتالي قيمة الفيسكاستي تبعتنا راح تطلع بالريم. بس زي ما شفنا من خلال الشارت يعني هي فعليا قيم الفيسكاستي تبع اللوبريكنتس ما بتوصلش للريم، يعني هي بتكون عادة اليونتس تبعتها بالمايكرو ريم. فاذا بدنا نطلع المايكرو ريم ناخذ الرقم هذا من غير 10 قوة ناقص 6. طيب عموما هسه هذا التيبل موجود في الكتاب ستيل الكتاب تبعنا اللي هو بمفروض بالاس اي يونت، بس فعليا التيبل نفس هذا التيبل اللي موجود هنا بالكتاب. ففعليا بدنا يعني ناخذ الايكويشن هاي وندخل عليها الكونفرجن فاكتورز عشان نقدر نستخدمها. فخليني اكتب لكم الايكويشن لما ندخل عليها الكونفرجن فاكتور، والافضل ان نستخدم الايكويشن عشان نطلع قيم دقيقه للفيسكاستي. زي ما انتم ذاكرين الاكزامبل اللي شرحته في المحاضره الماضيه كان في اخطاء كبيره في الفيسكاستي وصلحت لكم اياها. طيب عموما الايكويشن عشان نحسب قيمه الفيسكاستي، ولاحظ احنا هون بدنا قيمه الفيسكاستي بالباسكال سكندز، فراح تكون الايكويشن تبعتنا بالشكل التالي: ميو بالباسكال سكندز بتساوي اول شيء بدنا نضرب الكونفرجن فاكتور اللي هو 6895.5. هذا الكونفرجن فاكتور اللي اعطيتكم اياه موجود عندكم في النوتس عشان نحول من رين لباسكال سكندز. طيب بعد هيك راح نضربه في ميونات اللي هي القيمه اللي ناخذها من هنا زي ما هي. طيب هاي مضروبه في ميونات من التيبل، نفس هاي القيمه ناخذها من التيبل زي ما هي، فهاي ميونات. بعد هيك الاكسبوننت، طيب بي زي ما هي فعليا بي تقسيم. طيب هون عندنا تي زائد 95 على افتراض انه بدنا نعوض التي بالفهرنهايت، فاذا كمان هون لازم نساوي كونفرجن للتمبرتشر. احنا فعليا بدنا نعوض التي بالسلسيوس، فالكونفرجن تبعتنا راح تكون كالتالي. خليني اوسع شوي فعليا بطل في وسائل الايكويشن. طيب فكمان مره ميو بتساوي 6895.5 في ميونات في اكسبوننت بي على 1.8 مضروب بتمبرتشر بسلسيوس زائد 127. هاي هو فإذا يعني بدل ما نحكي تي بالفهرنهايت زائد 95، 1.8 في تي بالسلسيوس زائد 127. طيب إذا هذه الإيكويشن هيك جاهزة وبتعطينا قيمة ميو بباسكال باسكال سكند، وميو ناتو بي اللي هما موجودات في التيبل هم نفسهم. طيب إذا نرجع للإكزامبل تبعنا باستخدام الإكويشن. درجة الحرارة تبعتنا 77 ديجريز، والقيم أخذنا تبعت بطبيعة الحال هو SAE 20. طيب يعني في الكتاب هنا حاطين في 10 قوة ناقص 3 اللي هي يعني نفس الكونفرجن، أوكي يعني صحيحة زي ما هي مكتوبة عندكم في الكتاب. طيب فإذا بيطلع معنا هاي قيمة الفيسكاستي بباسكال سكندز. طلعنا قيمة الفيسكاستي، بعد هيك هسه ممكن نحسب قيمة السمر فيلد نمبر. زي ما حكينا السمر فيلد نمبر بيساوي 7.63 مضروب في الفيسكاستي، فبالتالي هاي قيمة السمر فيلد نمبر. طيب بعد ما حسبنا قيمة السمر فيلد نمبر فعليا بدنا نعوض في الإيكويشن تبعت دلتا تي. نرجع للإيكويشن تبعتنا، هاي الإيكويشن تبعت دلتا تي اللي احنا بدنا نعوض فيها. طيب فاذا هاي السمر فيلد نمبر صار موجود معنا، وطبيعي بقيه المعلومات كلها اوريدي موجوده، بدنا ننتبه لها اليونتس لما بنحول. طيب شو ناقص علينا؟ اف في ار على سي اللي هو الكوفيشنت فريكشن فاريبل والاكسنتريسيتي ريشيو. هذول فعليا بدنا نطلعهم من تشارتس زي ما شفنا المحاضره الماضيه باستخدام معلومتين، قيمه السمر فيلد نمبر اللي طلعناها والمعلومة الثانية اللي هي ال على دي ريشيو. فال على دي ريشيو تبعتنا اللي هي نص. طيب
فبنروح على charts وبنطلع هذول المعلومتين. فهاي Gaussian friction variable FVR على C وهاي eccentricity ratio. بعدين هذه القيم اللي هم مطلعينها مش دقيقة, يعني بتروح تطلعوا لحالك وراح تطلع يعني قيم مختلفة شوي, يعني في خطأ بسيط عندهم في القيم اللي حاطينها هون. هم يعني still بدهم يستخدموا نفس القيم تبع الاكزامبل الاصلي اللي بالانش, بس يعني فعليا في اختلاف بسيط عندهم. على كل الاحوال هذه هي القيم اللي طلعناها وعوضنا في الايكويشن تبعت دلتا تي وحسبنا, طلع معانا temperature rise 44.7 degrees celsius. كمان مره مهم جدا ننتبه لليونتس, فانتبهوا على اليونتس اللي موجوده هون. طيب فاذا هاي حسبنا temperature rise, هسه من temperature rise بدنا نحسب قيمه average film temperature اللي هو inlet temperature او supply temperature اللي هي 49 درجه زائد temperature rise على 2 فبتطلع 71.4 degrees celsius. طيب اذا احنا افترضنا ان درجه الحراره average film temperature 77 وبناء حساباتنا طلعت 71.4. طيب هسه لو كانت طلعت نفسها معناته اللي احنا افترضناه صحيح وهيك خلصنا جبنا الأفريج فيلم تمبريتشر فعليا. طيب بس بما انه مختلفه وفعليا هذا الشيء متوقع معناته لازم نسوي اتريشنز. طيب هسه اتريشنز موجهينها هون من خلال هذا التيبل. طيب شو اللي حاطينه في التيبل؟ اول شيء اللي هي تراير تمبريتشر 77 اللي افترضناها بناء عليها هاي قيمه الفيسكاستي اللي طلعناها فوق, هاي قيمه السمر فيلد نمبر اللي حسبناها فوق, الكاوشن فريكشن فاريبل اللي طلعناه من الشارت والاكسنتريست ريشيو اللي طلعناها من الشارت. طيب هسه بناء على هذولا عوضنا في الايكويشن تبعت دلتا تي وطلعت معنا 44.7 وعلى اساسها حسبنا الافريج فيلم تمبريتشر طلعت معنا 71.4. طيب هذه يعني هي الايتريشن الاولانيه اللي فعليا حصلناها. طيب فبلشنا ب 77 طلع معانا 71, هسه بنسوي اتريشن جديده. اكيد في الاتريشن الجديده بدنا ناخذ يعني قيمه ما بين هذول القيمتين, فبناخذ قيمه ما بين 77 وال 71, هم اخذوا 75.8. طيب فاخذوا 75.8 بناء عليها ردوا حسبوا الفيسكاستي من جديد, طلعوا السمر فيلد نمبر من جديد, الكوفيشنت فريكشن فاريبل برضه طلعوا من جديد, يعني هذولا وهاي زي ما حكيت لكم يعني فيها ايرور بسيط, فيعني اذا بتروح على الشارت راح تلاحظ انه القيم فيها شوي اختلاف, بس انا ما حبيتش يعني اقعد اشطب هنا. طيب فالكاوشن فريكشن فاريبل هاي القيمه الجديده اللي طلعوها, الاكسنتريست ريشيو برضه هاي القيمه الجديده اللي طلعوها, ومن جديد عوض في الايكويشن وحسبوا دلتا تي بالدجري سلسيوس وعلى اساسها حسب الافريج فيلم تمبريتشر. هسه هنا طلعت هاي نفس هاي. طيب اذا هيك خلص هيك صحيح نوقف عند الاتريشن الثاني. طيب هسه في الواقع طبيعة الحال يعني تقريبا على الاغلب مش راح تضبط معك من الاتريشن الثاني برضه. طيب فمثلا سويت اول اتريشن زي ما حكينا اول اتريشن دائما ما بتضبط, سويت ثاني اتريشن وخلينا نحكي ما زبط معك ثاني اتريشن فبدك تسوي اتريشن ثالثه. هسه كطريقه مختصره في حاله زي هيك يعني عشان ما نضلش نسوي اتريشنز كثيره, ممكن نسوي هون بريدكشن شو هي درجه الحراره راح نستخدمها للاتريشن الثالثه كالتالي. مثلا لو اجينا حطينا هون على هذا الاكسس قيمه التمبريتشر, بس يعني هذه جرافيك مثل بدك ترسم تو سكيل. طيب هاي قيمه التمبريتشر ومثلا هنا هاي الاتريشن الاولانيه اتريشن رقم 1 وهاي الاتريشن الثانيه اتريشن رقم 2. طيب احنا في عندنا اللي هي ترايل افريج فيلم تمبريتشر وفي عندنا الكالكوليتد افريج فيلم تمبريتشر. فمثلا في الاتريشن الاولى خلينا نحكي كانت الترايل تبعتنا 77, فكما مره يعني هون يكون عندنا تدريج, فالترايل تبعتنا مثلا 77 هاي خلينا نحكي ترايل او ترايل. طيب اللي حسبناها اللي هي calculated مثلا طلعت 71 فهي حطينا هنا calculated. طيب اجينا بعد هيك اخترنا قيمة جديدة لترايل, يعني بدنا نفترض انه اخترنا قيمة غير هاي, يعني انه الاتريشن الثاني ما زبطتش معها. طيب خلينا نحكي مثلا اجينا اخترنا ترايل تبعتنا مثلا قيمة زي هيك, هاي مثلا ترايل واللي حسبناها على سبيل المثال لو طلعت اكبر فهاي مثلا كال. طيب هسه للإتريشن الثالثه شو القيمه اللي بدنا ناخذها عشان نطلع يعني قيمه تزبط معنا على الإتريشن الثالثه؟
ببساطة لو جينا رسمنا خط زي هيك، وصلنا ترايل مع ترايل وكالكوليتد مع كالكوليتد، هاي القيمة اللي هي عند نقطة التقاطع، هاي القيمة راح ناخذها ونستخدمها للإيتريشن الثالثة وراح تكون يعني تقريبا صحيحة. طيب هسه يعني لاحظ انه مش شرط انه يجي زي هيك، يعني مثلا لو في الإيتريشن الثانية ستيل كانت الترايل أكبر من كالكوليتد، طيب هاي تراي ثانية هاي كالكوليتد. طيب برضه نفس الفكرة، نوصل تراي مع تراي، نمد الخط، نوصل كالكوليتد مع كالكوليتد، نمد الخط، قيمة التمبريتشر هاي اللي هي نستخدمها كقيمة للإتريشن الثالثة. طيب إذا هيك بهاي الطريقة يعني مش راح نطول في الإتريشن تبعتنا، يعني 3 إتريشنز ونوصل للجواب الصحيح. طيب هسه هيك فعليا هاي حسبنا temperatures تبعتنا، فهذه هي الافريج فيلم temperature الصحيحه 75.8، الانلت temperature زي ما احنا عارفين اللي هي 49 degrees celsius، وشو قيمه الماكسيمم temperature؟ الماكسيمم temperature زي ما احنا عارفين اللي هي الانلت temperature زائد دلتا تي اللي حسبناها اللي هي 53.6، فالاوتلت او الماكسيمم تمبريتشر تبعتنا 102 ديجريز سلسيوس. طيب هذه هي ستيدي ستيت تمبريتشر، يعني عندنا الافريج فيلم تمبريتشر والماكسيمم تمبريتشر. نروح للفقره اللي بعدها، كومبير اتش نوت تي ماكس وبي ستارتنج مع ترامبلر كرايتيريا. طيب في عندنا ترامبلر ديزاين كرايتيريا زي ما احنا عارفين بحط لنا ليمتس على المينيمم فيلم ثيكنس وعلى التمبريتشر وعلى starting pressure، فبدنا نحسب القيم اللي عندنا نقارن مع Trampler design criteria. فعليا سوينا هذا الشيء في الاكزامبل السابق، خلينا نسويه كمان مره. طيب فبدنا نحسب قيمه المينيمم في الثيكنس اللي موجوده عندنا فعليا، احنا اوريدي طلعنا الاكسنتريسيتي ريشيو، فالمينيمم في الثيكنس بتساوي 1 ناقص الاكسنتريسيتي ريشيو مضروب في c، فاذا قيمه المينيمم في الثيكنس اللي موجوده عندنا 0.0083 ملم. طيب حسب ترامبلر كرايتيريا مفروض تكون هاي القيمة أكبر من رقم زائد رقم مضروب في ديامتر تبع الجورنال، هاي بعطينا 0.0068 واللي عندنا 0.008. طيب بما إنه هاي أكبر من هاي فمعناته أوكي. طيب غير هيك بحكي لنا الماكسيمم تمبريتشر مش مفروض تتجاوز 121 ديجري سيلسيوس، وإحنا أوريدي حسبنا هون الماكسيمم تمبريتشر، ماكسيمم تمبريتشر اللي هي سبلاي تمبريتشر زائد دلتا تي اللي هي 102 بما انها اقل من 21. اوكي طيب الشغله اللي بعد هيك اللي هو البريشر اللي ناتج عن ستارتنج لود. هسا اللود اللي معطينا اياه هون حكى لنا 4 كيلو نيوتن، فعليا ما حدد لنا هل هو ستارتنج لود او رننج لود، ف راح نفترض انه هو نفسه ستارتنج لود هو رننج لود، يعني في الغالب ستارتنج لود اقل من رننج لود. بس على كل الاحوال فبدنا نحسب البريشر الناتج عن ستارتنج لود اللي هو اللود على بروجكتد اريا، ولاحظ عندنا هنا 2 هافز. طيب فاللود هاي عوضنا اللود بالكيلو نيوتن، والاريا حسبناها بالمترز سكويرد، فبالتالي بيطلع معنا الجواب بكيلو باسكال بما انه كيلو نيوتن على متر سكويرد اللي هي 2024 كيلو باسكال، وعلى ما اذكر اللي ما تقدروا ترجعوا للترامبلر كرايتيريا يعني جوز 2600 او شيء زي هيك، بما انه هاي اصغر من الليمت معناته اوكي. الجزء الرابع من ترامبلر كرايتيريا بحكي لنا انه لازم نستخدم ديزاين فاكتور قيمته 2 بالنسبه للرننج لود. لاحظ احنا هون في حساباتنا ما استخدمناش ديزاين فاكتور، يعني حكى لنا اللود 4 كيلو نيوتن، حسبنا حساباتنا على 4 كيلو نيوتن. فعليا يعني اذا بدنا نشتغل على ترامبلر كرايتيريا لما قلنا لود 4 كيلو نيوتن احنا المفروض نضربه في 2 ونشتغل على هذا الاساس. طيب فاذا يعني ما دخلناش الديزاين فاكتور اللي هو 2. طيب نجي للفقره اللي بعد هيك اللي هي الفقره سي، استيميت ذا فوليومتريك سايد فلو، طالب منا نحسب قيمه الهيت لاس و الفريكشن تورك، التورك محتاجينه عشان نتغلب على فريكشن. طيب بالنسبه للسايد فلو ريت هاي في عندنا الايكويشن، اوكي راح نستخدم الايكويشن عشان نحسب قيمه السايد فلو ريت، اكسنتريسيتي ريشيو اوريدي مطلعينها، فيسكوستي اللينث تبع الهاف بيرنج، الراديوس الكليرنس، وهنا بدنا ننتبه انه بي اس اللي هو السبلاي بريشر تبع البامب اللي هو 207 كيلو باسكال.
طيب فعلا ممكن نعوض في هذه الايكويشن وبيطلع معنا قيمة السايد فلو ريت كالتالي. طيب فهي السايد فلو ريت طبيعي الدايمنشنز كلها حطها بالمليمتر فطلع معه الفلو ريت مليمتر كيوب بير سكند. طيب هسا المطلوب اللي بعد هيك طالب مننا نحسب قيمة الهيت لوس. هاي الايكويشن تبعت الهيت لوس رو الهيت دنسيتي تبع اللوبريكنت الهيت كاباسيتي. هسا فعليا هون هاي المعلومات اللي مستخدمها في هذا الاكزامبل مش معطاه معانا من خلال التيبل تبع الكتاب. هاي المعلومات مش معطاه معانا في السؤال، هو يعني جايبها من مصدر خارجي. طيب بس يعني في حاله زي هيك احنا فعليا ممكن نحسب بطريقه اسهل، يعني بدل ما نحسب الهيت لوس بما انه يعني هاي المعلومات محتاجين مصدر خارجي عشان نجيبها، فبدل ما نحسب الهيت لوس احنا فعليا ممكن ببساطه نحسب الهيت جنريشن. يعني بما انه اندر ستيدي ستيت كونديشنز الهيت لوس بيساوي الهيت جنريشن، احنا اشتغلنا على هذا الاساس عشان نطلع قيمه temperature rise. فيعني بدل ما نستخدم هاي الايكويشن ممكن نستخدم ببساطه هاي الايكويشن، والهيت لوس هو نفسه لازم يكون هيت جنريشن. وهذا الايكويشن الكوفيشنت فريكشن فاريبل اوريدي موجود عندنا، وبقيه التيرمز كلها اوريدي موجوده، فمفروض لو نحسب استخدام هاي الايكويشن يعطينا نفس هذه النتيجه اللي هي 189 جول بير سكند اللي هو وات. طيب هسا هون بدنا نتاكد من المعلومه اللي معطيني اياها، يعني بيحكي لنا انه الهيت اكسشينجر بيقدر يحافظ على درجه حراره عند 49 درجه سلسيوس as long as انه يعني الهيت اللي بده يتخلص منها ما تتجاوزش 800 بي تي يو اورز. هسا هذا الرقم اذا بنحوله ل بي تي يو بير اورز فهذا بيطلع 675 بي تي يو بير اور، والليمت تبعتنا 800. فبما انه هاي اقل من الليمت معناته اوكي وهاي درجه الحراره صحيحه، فيعني الهيت اكسشينجر مستخدم مناسب وبيقدر يحافظ على الحراره عند 49 ديجري سلسيوس. اخر شيء طالب منا نحسب التورك اللي محتاجينه عشان نتغلب على الفريكشن، فهاي الايكويشن تبعت التورك اللي هي ببساطه W radial load في الكوفيشنت فريكشن اللي هو فريكشن فورس مضروبه في الراديوس، فطلع معنا قيمه التورك 0.27 نيوتن. موضوع لنا بعد هيك اللي هو ثرست بيرنجز. فهي انواع البيرنجز اللي شفناها لحد هلا مصممه انها بس تاخذ radial load، بس اذا كان عندنا اي اكسل او ثرست لود بياثر على الشافت فعليا الشافت راح يقدر يتحرك فريلي في الاكسل دايركشن. فاذا كان عندنا شافت عليه بالاضافه للراديال لود في عندنا كمان اكسل او ثرست لود، هذا الشافت في نهايته لازم يكون عندنا ثرست بيرنج على سبيل المثال زي اللي شايفينه. طيب ففكرة ثرست بيرنج بسيطة، في عنا هاي القطعة اللي هي نسميها رنر ديسك دائري مثبت مع الشافت وبلف مع الشافت بطبيعة الحال. عنا هذه القطعة بتكون فيكست ما بتتحركش، بيكون فيها جروفز في الراديال دايركشن، والأسطح اللي هنا بتكون مائلة واتجاه مائلانها بيعتمد على اتجاه الدوران تبع الرنر. طيب فلو عنا رنر بلف بهذا الاتجاه فعليا الاسطح راح تكون مائله زي هيك. طيب شو فكره او مبدا عمل ثرست بيرنج؟ اللوبريكنت بيكون موجود معبيه سبيس كامله اللي موجود هنا نتيجه الدوران تبع الشافت والدوران تبع الرنر، ففي عندنا سنترفيوجل فورس بلش تحرك اللوبريكنت في هذا الاتجاه في الراديال دايركشن. بعد هيك برضو الحركة أو الروتيشن تبع الرنر راح تبلش تسحب معاها اللوبريكنت فوق هذه الباتس اللي هي مايلة زي ما حكينا، فبيبلش اللوبريكنت ينحشر في الويدج شيبت ريجن، ببلش يقل الكروس سكشن فتولد عندنا البريشر اللي هو الهيدروديناميك بريشر. إذا كان الشافت وبالتالي الرنر بيتحرك بسرعة كافية continuous وفي عنا supply كافي من اللوبريكنت، وقتها راح يكون عنا طبقة فيلم كافية انه تفصل السطحين عن بعض، وهيك بيكون عنا hydrodynamic lubrication. طيب اخر موضوع عنا في هذا chapter اللي هو موضوع boundary lubricated bearings. احنا لما حكينا عن انواع lubrication في البداية حكينا عن خمس انواع، احد هذا الانواع اللي هو boundary lubrication. الباندري او ثين فيلم لوبريكيشن زي ما حكينا هو عباره عن سبيشال كيس من الهيدروديناميك لوبريكيشن، بيصير على سبيل المثال اذا ما كانتش عندنا سرعه كافيه، اذا اللود اللي عندنا عالي او ما فيش عندنا مثلا سبلاي كافي من اللوبريكنت. في حاله الباندري لوبريكيشن بدل ما يكون عندنا طبقه فيلم
من اللوبريكانت تفصل السطحين عن بعض، فعليا بيكون عندنا very small thickness، فبيبلش يصير عندنا metal to metal contact مع بين الأسطح، وبالتالي بتبلش الأسطح تتآكل. زي ما حكينا هم عادة بيحاولوا إنه الشافت ما يصيرش فيه تآكل، فالشافت بيكون مصنوع من ستيل، بينما البوشنج بيكون مصنوع من softer material، بحيث إنه التآكل يصير بس في البوشنج، وبيكون في عندنا inserts ممكن نغيرهم. هسا بشكل عام أي bearing سواء كان hydrodynamically lubricated أو حتى hydrostatically lubricated، في بداية الحركة ما فيش عندنا pressure كافي إنه يفصل الأسطح عن بعضها، فدائما في starting and stopping condition لأي bearing زي bearings الموجودة في الإنجن تبع السيارة وبرضو بقية الميكانيزمز تبع السيارة، في starting and stopping conditions بيكون في عندنا thin film lubrication، بيكون عندنا metal to metal contact. هسا لما يصير عندنا metal to metal contact زي ما حكينا أكيد بطبيعة الحال راح يبلش يصير عندنا تآكل، فأكيد الهدف هنا إنه نخفف سرعة التآكل ونخفف مقدار الفريكشن. فعشان لهذا السبب فعليا هم بيخلطوا مع المينرال اويلز، بيضيفوا بعض الاديتيفز زي على سبيل المثال ممكن يضيفوا انيمال او فيجيتابل اويل، هذا الانيمال او فيجيتابل اويل او انواع ثانيه من الاديتيفز فعليا تلتصق بالاسطح سطح البوشنج والسطح تبع الشافت، ففي بداية الحركة لما ما يكونش تشكل عندنا بريشر كافي يفصل السطحين عن بعض، فعليا هذا بيسهل الحركة وبيقلل الفريكشن، فبالتالي بيقلل الوير أو التأكل. طيب مرات ممكن يمر علينا تسمية mixed film lubrication. mixed film lubrication يعني هذا البيرنج في لحظات معينة بيكون عندنا hydrodynamic lubrication، في عندنا طبقة لها سماكة كافية من lubricant انه تفصل السطحين عن بعض، وفي لحظات او مناطق ثانية بيكون عندنا boundary lubrication وبالتالي عندنا metal to metal contact. هذا الحكي بيصير اذا كان supply تبع lubricant ما هوش continuous، lubricant بيدخل يعني على فترات فترات، فوقتها ممكن يصير عندنا mixed film lubrication. طيب فإحنا هنا بهمنا أنه نقدر نسوي analysis للكيسز اللي بصير فيها boundary lubrication، أو برضو بشكل عام لأي كيس بصير فيها metal to metal contact اللي هي الكيس الخامسة أو النوع الخامس أنواع lubrication اللي سميناه solid film lubrication. برضو هناك بيكون عندنا contact ما بين السطحين بيحتكوا مع بعض، فبالتالي بصير عندنا wear أو تآكل. طيب فهنا بدنا نشوف كيف ممكن نسوي analysis ل البيرنس اللي فيها أسطح بيحتكوا مع بعض، وبالتالي بصير في عنا وير أو تآكل. وزي ما حكينا عادة الوير أو التآكل بصير في البوشنج مش في الشافت، عشان البوشنج مصنوع من سوفتر ماتيريال. طيب ففي البداية خلينا نطلع على الكيس كالتالي، راح نفترض simplified case، راح نفترض في عنا بلاك ماتيريال بيأثر عليه فورس معينة F، وهذا بده يتحرك على سطح معين في احتكاك ما بين السطحين. طيب هون بما انه متحرك فنحكي على قيمة sliding coefficient friction، ف FS اللي هي sliding coefficient friction، فعليا راح نفترض انه بتحرك بسرعة ثابتة، فالفورس اللي بتلزم عشان تحافظ على حركته بسرعة ثابتة راح تكون مساوية للفريكشنال فورس. الفريكشنال فورس زي ما احنا عارفين بتساوي normal reaction، فكذا مرة في عنا هنا فورس، في عنا flat surface فراح يكون عنا uniform pressure على flat surface، surface area تبعته A والpressure بتولد هو P، فP في A اللي هو بيساوي force اللي هو ببساطة عبارة عن normal force، فالnormal force مضروبة في coefficient friction هذا بعطينا مقدار الfrictional force. طيب ففعليا نحن محتاجين لforce مساوي لfrictional force عشان نحافظ على الحركة بسرعة. فلو افترضنا انه هذا البلوك بيتحرك بسرعة ثابتة وقطع مسافة من هاي النقطة لهاي النقطة، يعني قطع مسافة S. طيب هسا لما قطع هاي المسافة بما انه قاعد بيحتك مع سطح ثاني فبيبلش يصير عندنا وير او تآكل، فراح نعرف W هاي اللي هي linear wear measure، بتعبر عن مقدار التآكل او مقدار reduction في thickness اللي صارت لما قطع هاي المسافة S. طيب فإذا بناء على definition اللي احنا شايفينه ببساطة ممكن نيجي نحكي انه لما تحرك من هنا لهنا فعليا في work بذلته هذه الفورس. طيب شو مقدار الwork اللي بذلته هذه الفورس؟ بيساوي الفورس مضروب في distance S.
طيب اذا الورك اللي تم بذله خلال الحركة من هاي النقطة لهاي النقطة زي ما حكينا بيساوي بطبيعة الحال اللي هو هذه الفورس اللي هي الكافشن فريكشن في بي اي مضروب في الديستانسز. طيب هو بتحرك بسرعة ثابتة في، فبالتالي ممكن نحكي انه المسافة المقطوعة بيساوي الفيلوستي اللي هي كونستانت فيلوستي مضروبة في تايم. طيب فهذا الورك دان خلال الترانسليشن من هذه النقطة لهذه النقطة. شو نتج عن هذا الورك؟ نتج عن هذا الورك صار عندنا تآكل، مقدار التآكل W. فلو جينا حسبنا حجم الماتيريال اللي تآكلت، فحجم الماتيريال اللي تآكلت بيساوي اللينير وير W مضروب في الاريا تبعتنا اللي هي سيرفس اريا A. ف W في A الفوليوم تبع الماتيريال اللي تآكلت خلال السلايدنج اللي شايفينه هون. هسا مقدار الماتيريال اللي تآكلت اكيد بده يكون بروبورشنال لكمية الورك دان. فإذا راح نكتب بروبورشناليتي بالشكل التالي: الفوليومتريك وير اللي هو W في A راح يكون بروبورشنال للورك دان خلال ترانسليشن من هاي النقطة لهاي النقطة اللي هو الكوفيشنت اوف سلايدنج فريكشن مضروب في البريشر في سيرفس اريا في الفيلوستي مضروب في التايم. طيب هذه الايكويشن ممكن بعد هيك نيجي نكتبها بالصيغه التاليه: W في A بيساوي كونستانت معين K شيء بنسميه الوير فاكتور مضروب في B A فيلوستي في التايم. طيب K اللي هي ببساطه الكونستانت اوف بروبورشناليتي تبعت هذه العلاقه، ودخلنا ضمن ال K الكافشنت فريكشن FS. طيب فإذا K بيدخل من ضمنها الكافشنت فريكشن، وفعليا قيمة K بتعتمد على نوع الماتيريال وسرعة التآكل تبع هذه الماتيريال. فعليا في هذه الإكويشن على حسب اليونتس اللي عندنا على الجهتين، لو جينا شفنا شو مفروض تطلع اليونتس تبعت K اللي هي نسميها الوير فاكتور في الـ SI system units، راح تكون اليونتس تبع الوير فاكتور متر مكعب في سكند على نيوتن في متر في سكند. وقيمة K تختلف من ماتيريال لماتيريال على حسب الكافشن فريكشن اللي بتعطيه الماتيريال، على حسب سرعة التآكل أو سرعة الوير تبع هذا الماتيريال. وقيم K بطبيعة الحال بيطلعوها من خلال الإكسبرمنتس، وفي عنا تابل في الكتاب بيعطينا قيم K لأنواع مختلفة من الماتيريالز اللي بيستخدموها عشان يصنعوا منها بوشينجز، وهذا التيبل اللي هو هنا. طيب فهذا التيبل في عندنا بوشينج ماتيريال اويل از 800 500، هذه اسماء تجاريه فعليا. خلينا اورجيكم الاويل از 500 وال800 هي فعليا نفس الفكره. هاي في عندنا هون بوشينجز مصنوعه لهذه اللي هي اويل از 500، هي عباره عن براس وهذه الفتحات بيكون فيها solid lubricants إشي زي الجرافايت. فهذه الهولز بيكون فيها جرافايت أو أي نوع ثاني من أنواع solid lubricants، والبوشينج نفسه مصنوع من براس. طيب فإذا في عنا أنواع مختلفة من البوشينج materials، لكل واحدة معطينا قيمة الوير فاكتور ومعطينا limiting value of PV. بس فعليا التابل اللي موجود عندي هنا اكيد مختلف عن القيم كقيم، قيم التابل اللي شايفينه هنا مختلف عن القيم في التابل اللي موجود عندنا في الكتاب، عشان اللي موجود عندنا في الكتاب اليونتس راح تكون بحسب الـ SI units. فالتابل نفسه بس بكل تأكيد القيم اللي عندنا مختلفة، فمهم جدا تنتبهوا للقيم اللي مستخدمينها في التابل اللي عندكم في الكتاب. طيب هذا بالنسبة للوير فاكتور K، وحطيت لكم طلعنا قبل شوي شو اليونتس المستخدمة لـ K. طيب limiting PV، شو المقصود بالـ limiting PV؟ P اللي هو البريشر اللي بتعرض له الماتيريال تبعت البوشنج، و V اللي هي linear velocity اللي بتحرك عليها. هسا فعليا هاي القيمة لـ K صحيحة as long as إنه البرودكت تبع البريشر في الفيلوستي أقل من هاي القيمة. فهذه القيمة اللي هي نسميها limiting value. إذا كان product تبع P في V أصغر من limiting value، معناته هذا النوع من material مناسب وهذه هي قيمة ال wear factor. بينما إذا للكيس اللي عندنا أخذنا product تبع pressure مضروب في velocity وطلع أكبر من هذه القيمة، فمعناته نستنتج إنه
نوع معين من الماتيريال مش راح يكون مناسب انه نستخدمه في هاي الحاله. بالنسبه للتيبل اللي عندنا في الكتاب بالنسبه للليمتنج فاليو للبي في اليونت تبعتها ماخذينها ميجا باسكال في مترز بير سكند، فيعني في بريشر ميجا باسكال تضرب في الفيلوسيتي مترز بير سكند وبتقارنه مع الليمتنج فاليو اللي معطاه معانا من خلال هذا التيبل. هسه بالنسبه لقيمه الوير فاكتور كي، بطبيعة الحال كل ما كانت قيمة K أكبر معناته الوير أو التآكل بصير بشكل أسرع. فيعني فعليا إحنا إذا بدنا نختار ماتيريال بحيث إنه تعيش لعدد كبير من السايكلز أو لو بدنا ماتيريال تعيش لفترة طويلة، فأكيد بطبيعة الحال بدنا ندور على ماتيريال يكون قيمة K الوير فاكتور تبعها صغيرة نوعا ما. طيب هسه هذه الايكويشن اللي وصلنا لها لاحظ انه في جهتين في عندنا الاريا، فممكن نشطب الاريا من الجهتين، فصارت الايكويشن بالشكل التالي: لينير وير بيساوي الوير فاكتور كي مضروب في البريشر في لينير فيلوسيتي في تايم. طيب هسه هذه الايكويشن برضو راح ندخل عليها تو اديشنال كوركشن فاكتورز اف1 واف2، فبتصفي الصيغه تبعت الايكويشن بالشكل التالي: W تساوي F1 في F2 KPVT. Correction factor الأولاني F1 هو عبارة عن correction factor ل time motion راح نطلعه من خلال table 12-10، والcorrection factor الثاني هو correction factor ل environment بنطلع قيمته من table 12-11. فخلينا نطلع على tables اللي عنا. طيب بالنسبة للتابلز اللي عنا 12-10 أول شيء، طيب هذا الكوليكشن فاكتور F1 اللي بيعتمد على الموشن تايب، وزي ما احنا شايفين في عنا ثلاث أنواع من الموشن: روتري موشن، أوسيليتري موشن، وآخر شيء ريسبريكيتنج موشن اللي هي لينير موشن باك أند فورث. طيب حسب نوع الموشن، المعلومة الثانية عشان نطلع قيمة الكوركشن فاكتور من التابل بدنا نعرف قيمة الكاركترستيك بريشر. فطبيعي اليونتس اللي عندي هنا مختلفة، في الكتاب حاليا كاركترستيك بريشر بالميجا باسكال، فنحسب البريشر اللي هو ببساطة فورس على اريا، فبنشوف على حسب الرينج ممكن يجي في الرينج الأول أو في الرينج الثاني. بعد هيك في هذا العمود بيجي معنا قيمة الفيلوسيتي، حاليا في الكتاب قيمة الفيلوسيتي في هذا التابل معطينا إياها بالمليمتر بير سكند. طيب إذا نوع الموشن البريشر الفيلوسيتي، فنختار الرينج المناسب ومنطلع قيمة الكوركشن فاكتور الأولاني F1. طيب هون ننتبه لشغلة مهمة، مثلا لو عندنا روتري موشن والبريشر اقل من هذه القيمه اللي هي فعليا ميجا باسكال راح تكون 5 ميجا باسكال، وعلى سبيل المثال لو البلاسي تبعتنا اجت من ضمن هذا الرينج. طيب فهنا معطينا رينج لقيمه F1 من 1 ل 1.3. هسا احنا هنا ببساطه عشان دائما نحاول نكون كونسرفتيف، فلما يكون عندنا رينج زي هيك راح نشتغل على الأبر ليميت عشان نكون كونسيرفتيف، يعني هيك بنحكي انه الوير او التاكل بصير بسرعه. طيب فاذا دائما نحاول نكون كونسيرفتيف، فاذا في عندنا رينج زي هيك بالنسبه لقيمه F1 نشتغل على الأبر ليميت عشان نكون كونسيرفتيف. هذا بالنسبه للكوركشن فاكتور الاولاني اللي هو F1. الكوركشن فاكتور الثاني F2 اللي هو بيعتمد على الانفايرمنت بنطلعه من خلال هذا التيبل. العمود الاول امبيت تمبريتشر، فحاليا اكيد عندنا تمبريتشر بالدجريز سلسيوس، هاي اللي هي بتطلع 60 دجريز سلسيوس، وهذه 60 لحد 99 دجريز سلسيوس. طيب بعد هيك هل في عندنا فورن ماتر، يعني في عندنا بارتيكلز موجوده مع على السطح بسبب شيء معين؟ فاذا في عندنا يعني انفايرمنت مش معزول، ما فيش عندنا سيلز عشان تعزل الفورين ماتر، فوقتها نفترض انه في عندنا فورين ماتر. اذا ما فيش عندنا فورين ماتر فعليا يكون عندنا اصغر قيمه، يعني اذا كان درجه الحراره اقل من 60 درجه مع فورين ماتر، لاحظ برضو انه في عندنا هون رينج. اذا بدنا نكون كونسرفاتيف نشتغل على الابر باوند بالنسبه للرينج. طيب اذا نطلع تو كوركشن فاكتورز F1 F2، هيك صار ممكن نحسب مقدار linear wear التأكل. طيب بالاعتماد على linear velocity التايم اللي استغرقته الحركة بالإضافة لقيمة pressure وقيمة W اللي هي wear factor. طيب هسه هاي الكويشن احنا طلعناها صحيحة على افتراض انه في احنا زي هيك flat surface. طيب بس في الواقع
احنا لما يكون عندنا جورنال بيرنج الشافت عبارة عن كيرف وبضغط على البوشنج، برضو البوشنج على شكل كيرف، ففعليا بدنا نعدل الإكويشن تبعتنا عشان نقدر نستخدمها مع البوشنجز. طيب أول شيء بدنا ننتبه له اللي هو البريشر. هسه هنا احنا كنا مفترضين فلات سيرفس على فلات سيرفس، ففي عنا يونيفورم بريشر. طيب هون لما يكون عنا كيرف سيرفس تضغط على بعض مش راح يكون عنا يونيفورم بريشر، الماكسيمم بريشر راح يكون عنا موجود هون في النص، فبدنا نعرف قيمة الماكسيمم بريشر. ففي حالة انه عنا سيركولر سيرفس زي هيك، اول شيء الماكسيمم بريشر بيساوي 4 تقسيم باي مضروب في الفورس بير بروجكتد اريا، يعني هذا البريشر مجرد فورس بير بروجكتد اريا اللي هي اف تقسيم الديامتر في اللينث اللي هي بروجكتد اريا، فورس على بروجكتد اريا بيعطينا هذا البريشر بنسميه كاركترستيك بريشر، نضربه في 4 على باي بيعطينا قيمه الماكسيمم بريشر، وزي ما احنا عارفين بطبيعه الحال اف اللي هي راديال لود، في الكيسز اللي قبل هيك كنا نسميها دبليو راديال لود بس احنا هون نسميها اف. طيب هسه راح ناخذ قيمه بي ماكس اللي هي زي ما حكينا 4 على باي في اف على دي ال، ونعوضها في الايكويشن اللي عندنا هنا في هذا الايكويشن، فراح تصفي معانا الايكويشن كالتالي. طيب لينير وير مقدار التاكل اللي بصير في البوشنج اف1 في اف2 في كي 4 على باي اف على دي ال لينير فيلوسيتي في تان. طيب هسه هذا الايكويشن لحد هسه احنا بنحكي على لينير فيلوسيتي اللي هي السرعه اللي بتحرك عليها سطح الشافت، بس احنا كثير لما نكون نحكي على شافت بلف ما بكونش عندنا لينير فيلوسيتي في، بيكون عندنا روتيشنال فيلوسيتي. ف في لينير فيلوسيتي على باي في دي، باي في دي اللي هي طول المحيط تبع الشافت، لو قسمنا هاي على هاي فعليا راح يعطينا روتيشنال فيلوسيتي. فهذا الايكويشن ممكن تصفي بالشكل التالي 4 اف1 اف2 كي اف ان اللي هي روتيشنال فيلوسيتي بطبيعه الحال بالريفولوشنز بير سكند التايم على اللينث، وبدنا ننتبه انه اليونتس تبعتنا تكون كونسيستنت، فالافضل انه نستخدم ستاندرد يونتس زي ما احنا شايفين هنا. طيب خلينا هسه نشوف اخر اكزامبل عندنا في الكتاب اللي هو اكزامبل 12.7. في اكزامبل 12.7 اللي عندنا كالتالي، في عندنا هذا الشافت اللي شايفينه هنا، الديامتر تبع الشافت واللي هو برضه بنعتبره هو نفسه الديامتر تبع البوشنج، عشان هون يعني فعليا ما بنتركش كليرنس، مش مطلوب نترك كليرنس عشان انوي بده يكون عندنا من 3 متر كونتاكت. طيب ففي عندنا شافت الديامتر تبعه 25 ملم، بياثر عليه راديال فورس مقدارها 1250 نيوتن، هذا الشافت راكب جوا بوشنج، البوشنج هذا اللينث تبعه 25 ملم. البوشنج هذا مصنوع من اويلز اس بي 500 الوي، ابعاده اوريدي حكينا عنها. طيب البوشنج اوبريتس ان، او يعني البيرنج بشكل عام اوبريتس ان كلين انفايرمنت ات 21 ديجريز سلسيوس، كلين انفايرمنت يعني ما فيش فورين ماتر، كيف يعني في سيلز تمنع الفورين ماتر انها تدخل، ودرجة حرارة 21 ديجري سلسيوس. فيعني من خلال هذول المعلومتين واحد من الكوركشن فاكتورز اللي شفناهم قبل شوي اللي هو F2 نطلع قيمته، فراح تكون قيمة F2 واحد بما أن درجة حرارة أقل من 60 وكلين انفايرمنت يعني فيش عندنا فورين ماتر. طيب هسه بحكي لنا بالنسبة لهذا البوشنج اللي موجود هون الالابل وير without loss function is 0.125، فيعني مسموح أو مقبول يصير عندنا لينير وير لغاية 0.125 ملي متر. أوكي؟ فيعني ببساطة ممكن نفترض أو يعني نفهم إنه هذا الرقم بيساوي الثيكنس أو السماكة تبع البوشنج، فيعني عندنا بوشنج سماكته 0.125 ملي متر، فيعني بيقدر يتأكل لحد ما تقريبا تنتهي سماكته. طيب هسه غير هيك The radial load already معروف. The shaft speed is 200 revolutions per minute. Shaft بلف على سرعة 200 revolution per minute. طيب المطلوب estimate the number of revolutions for radial wear to be 0.125 millimeter. فطالب منا نحدد كم عدد revolutions اللي بتحمل هذا البوشنج
لحد ما يصير في تآكل بمقدار 0.125 اللي هي يعني الماكسيمم أو الليمتين فاليو تبعها. طيب هذه هي معلومات السؤال وهذا هو المطلوب. طيب حسنا في هذا السؤال هو فعليا في الاكزامبل معطينا التابل اللي موجود تحت. هذا التابل اللي موجود تحت هو تابل اللي هي مثلا الداتا شيت تبعت المانيفاكتشر، فيعني بعطينا معلومات اضافيه عن هذه الماتيريال اللي هي اويلز اس بي او اويلز 500 اس بي. طيب فمعطينا هنا الليمتنج او الالاوبل فاليوز لكثير شغلات بالنسبه للماكسيمم بريشر، الماكسيم فيلوستي، بي في برودكت، وتمبرتشر. طيب ففعليا اذا متذكرين احنا التيبل اللي طلعنا عليه 18 او 12/8 كان بيعطينا قيمه كي اللي هي الوير فاكتور وبيعطينا الليمتنج فاليو لبي في. طيب فهون يعني غير انه معطينا الليمتنج فاليو لبي في برضه معطينا الليمتنج فاليو للماكسيمم بريشر، معطينا الليمتنج فاليو للفيلوستي، وبرضه معطينا limiting value للتمبريتشر. هسه بقية المعلومات فعليا مش راح نحتاجها مش راح نستخدمها هنا اللي هي معطينا tensile strength, elongation, compressive strength واشياء زي هيك. طيب هسه هذه المعلومات يعني بما انه معطينا limiting values فعليا في البداية قبل ما نبلش نحل بدنا نتأكد انه الconditions اللي عندنا within الاوبيس، يعني بدنا نحسب فعليا قيمه بي ماكس اللي عندنا نتاكد انها اصغر من هاي القيمه، الفيلوسيتي تبعتنا نتاكد انها اصغر من هاي، بي في برودكت نتاكد انه اصغر من هاي، ونفس الشيء بالنسبه للتمبرتشر. طيب فالتمبرتشر عندنا 21، هسه اكيد يعني انه سيرفس تمبرتشر نتيجه الاحتكاك راح تكون اكبر من 21، بس يعني فيش عندنا معلومات نحسبها بالضبط، واكيد يعني مش يعني الكونديشنز اللي عندنا مش مرشحه انه درجه حراره ترتفع ل 149. اوكي يعني مش راح ندخل في حسابات التمبريتشر. طيب فاذا خلينا نبلش نحل في السؤال. اول شيء ممكن نروح على تيبل 12/8 ومن هناك بنطلع لينير وير فاكتور راح نستخدمه كمان شوي، بس يعني قبل ما نبلش نستخدم اللينير وير فاكتور بدنا نتاكد من انه احنا ما بنتجاوزش الليمت او بنتجاوزش الاوبيس. طيب هذه قيمة K اللي بنطلعها من التابل، وزي ما حكينا بدنا ننتبه لليونتس تبعتها، اليونتس تبعتها متر كيوبت في سكند على نيوتن في متر في سكند. طيب هسا بدنا نتأكد من قيم الماكسيم بريشر، الفيلوستي، وبي بي برودكت انه اقل من الالاوبلز او الليمتس اللي هنا. فاذا بنبلش اول شيء بدنا نحسب قيمة البريشر. البريشر هنا اللي هو كمان مرة يعني بنميز الماكسيم بريشر اللي هو موجود في السنتر، البريشر اللي نحكي عنه هنا اللي هو فورس بير بروجكتد اريا. طيب اللي هو يعني فعليا نستخدمه في التيبلز اللي هو مجرد فورس بير بروجكتد اريا. طيب فالبريشر تبعنا الفورس 2250 نيوتن على البروجكتد اريا اللي هي اللينث في الدايمتر بالمليمتر، هذه بالنيوتن، فبيطلع معنا البريشر بالميجا باسكال 3.6 ميجا باسكال. طيب غير هيك برضه بدنا نقارن الفيلوستي، فمهم نحسب اللينير فيلوستي السرعه على سطح الشافت اللي هي باي دي المحيط، فحسبناه بالمليمتر، راح نضربه في الانجلر فيلوستي بس هي بالريفولوشنز بير مينت، فراح نقسمها على 60 فصارت ريفولوشنز بير سكند، ضربناها مليمتر فطلعنا الفيلوستي مليمتر بير سكند. طيب هسه بدنا نيجي نقارن مع الليمتس اللي معطاه في التيبل، ف بدنا نحسب قيمه الماكسيمم بريشر ونقارنه مع القيمه اللي هون. زي ما حكينا هنا في عندنا سيركولر سيرفيس والماكسيمم بريشر بيكون موجود في النص، والايكويشن تبعت ماكسيمم بريشر شفناها قبل شوي اللي هي 4 تقسيم باي مضروبه في فورس بير بروجكتد اريا اللي هي بروجكتد بريشر، فورس على بروجكتد اريا مضروبه في 4 على باي، فبيطلع معانا قيمه الماكسيمم بريشر في السنتر بيساوي 4.58 ميجا باسكال، والليمتنج فاليو تبعتنا 24، فاذا هذه اوكي. طيب غير هيك شو محتاجين؟ بدنا فيلوستي، فعليا احنا اوريدي حسبنا الفيلوستي تبعتنا اللي هي حسبناها فوق هيها 262 متر بير سكند او مليمتر بير سكند، بدنا نقارنها مع الليمتنج فيلوستي. الليمتنج فيلوستي هون معطيها بالمتر بير سكند يعني 510 مليمتر بير سكند، هذه اللي هي limiting value للفيلوستي، والفيلوستي تبعتنا 262، فاذا اوكي من ناحيه الفيلوستي. طيب غير هيك بدنا بي بي برودكت. هسه هون بي بي برودكت
لاحظ يعني ما حكينا بي ماكس بي، يعني ناخذ بي اللي نستخدمها عادة في حساباتنا اللي هي فور سكوير بروجكتد اريا، واحنا اوريدي حسبناها فوق قيمة البي تبعتنا هيها 3.6 ميجا باسكال، نضربها في الفيلاستي فبيطلع معانا البي في برودكت، فهي قيمة البي في برودكت تبعنا 3.6 في 262، فطلع معانا 943.2 ميجا باسكال في مليمتر سبير سكند، والليمت اللي معطينا اياها في جدول هايها 1.64 بس هي فعليا ميجا باسكال في متر بير سكند، فيعني بدنا نحولها لمليمتر بير سكند اللي بيطلع 1640، فعندنا 943 اصغر من 1640، فاذا هذه اوكي، وزي ما حكينا تمبرتشر بالنسبه لنا اوكي. طيب هسه هيك تاكدنا انه كل شيء وذن الليمتس، فبما انه كل شيء وذن الليمتس فقيمه كي صحيحه ونقدر نستخدمها. طيب الايكويشن اللي راح نستخدمها هنا فعليا، خلينا نرجع نطلع على النوتس، هاي الايكويشن تبعنا اوكي، هذا الايكويشن ممكن نستخدم هذه الصيغه بما انه حسبنا لينير فيلوسيتي، او ممكن نستخدم هذه بما انه برضو معطى معنا روتيشنال فيلوسيتي، ما في مشكله. طيب شو الانون تبعنا في هذا الايكويشن؟ فعليا الانون تبعنا اللي احنا بدنا نحسبه هو مطلوب عدد الريفولوشنز، بس عشان نحسب عدد الريفولوشنز مبدئيا بدنا نحسب التايم اوكي، ف W high اللي هي W max، بقية الترمز مفروض انه كلها موجودة معانا، وبدنا نحل هذه الايكويشن عشان نطلع التايم. طيب اذا في هذه الايكويشن يعني سواء استخدمنا هاي الصيغة او هاي الصيغة محتاجين F1 F2، F1 F2، F2 already حكينا انه طلعناه بما انه درجة حرارة اقل من 60 وما فيش عندنا فورين ماتر او فورين بارتيكلز، بقيت واحد. طيب بالنسبة ل F1 التابل تبعه اللي هو زي ما حكينا، خلينا نطلع عليه، برجع أذكر انه يعني التابل اللي عندي هنا كاينتس مختلف عن اللي عندكم، بس يعني عموما الموشن اللي عندنا روتري موشن، نحسب البريشر تبعنا اللي هو 3.6 هنا فعليا يعني 5 واقل، فبيجي من ضمن هذا الرينج، والسرعه تبعتنا بحسب اليونتس اللي احنا مستخدمينها راح تيجي السرعه تبعتنا من ضمن هذا، دقيقه شوي فعليا هذه. طيب فالسرعه تبعتنا راح تيجي من ضمن هذا الرينج، فزي ما حكينا في عندنا هنا لور ليميت وابر ليميت، فاحنا راح نكون كونسرفاتيف وناخذ الابر ليميت. طيب فاذا اخذنا هذه على الابر ليميت اللي هي 1.8 بالنسبه ل F1. طيب نطلع على الايكويشن تبعتنا، هاي الايكويشن تبعتنا حليناها عشان نطلع قيمة تي. هنا يعني استخدمنا الايكويشن تبعت في لينير فيلوسيتي بما انه موجود عندنا لينير فيلوسيتي، ما في مشكلة ممكن نستخدم الايكويشن اللي فيها ان الانجلر فيلوسيتي. طيب عوضنا هذه الايكويشن، بدنا ننتبه للنتس تكون كونسيستنت، ففعليا هنا بالنسبة للدي وال هي حولهم متر متر، على اساس كي اللي عندنا في المقام هي اليونتس مستخدم فيها متر، سواء متر كيوبت او متر اللي هي في اليونتس تبعت كي. طيب ظل عندنا في هذه الايكويشن دبليو اللي هي ماكسيمم لينير وير بالمليمتر، والفيلوستي احنا حاسبينها بالمليمتر بير سكند، فيعني بدل ما يحول هذه لمتر وهذه لمتر بير سكند حكى اوكي في البسط والمقام مليمتر مع مليمتر سكند، فهيك اليونتس تكون كونسيستنت، وطلع معانا التايم اللي نحتاجه بسكندز، اذا بدنا ممكن نحوله للاورز فبيطلع 1331 اورز. طيب اللي مطلوب عنا فعليا مش التايم، اللي مطلوب منا عدد السايكلز، فببساطه عدد السايكلز بما انه احنا اوريدي طلعنا التايم، نضرب التايم اللي طلعناه هيو بالسكندز في السرعة اللي موجودة اوكي. هسا هذا التايم بالسكند، السرعة تبعتنا 200 بالريفولوشنز بير مينيت، فيعني التايم حوله هون للمينتس، هذا هو فعليا التايم في المينتس، ضربها في 200 ريفولوشنز بير مينيت، وطلع معانا عدد السايكلز اللي هي 16 في 10 قوة 6 يعني 16 مليون ريفولوشن. طيب اذا هيك بنكون خلصنا من هذا الاكزامبل وخلصنا من شابتر 12.